عارفه ايش بدي اعمل ولا كيف بدي اتصرف. بعرف انك مرتبط بس مغرومه فيك. مغرومه؟ انا كمان مغروم فيك يا عمي. شو بيصير لك؟ ليه بتنفصمي هيك؟ ومش عارفه شو بدها. هي اول مره بحس حالي بدي اكون مع حدا. خوته ورح تجنيني. دانيا مجنون. ليش طلع مثله؟ يا عايشة بمجتمع مريض. انتو عائلة بجنين. مجنن الكل معه. انت مش فاضي تشتهي لحدا. جاي وجه الصبح مع حضرة الضابط. شو بحس انا؟ مين عمل فيها هيك؟ برداني انا. شو بدك؟ يقول انه انا قتلت بيي لما كنت صغير؟ يوميا بعد الاخبار على الام تي في.